لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في صحيفة المدى، العراق يقترب من ذروة المرحلة الرابعة في إصابات كورونا. في ألترا عراق، رئيس محكمة ميسان: المحافظة تحتاج إلى قيادة عمليات مستقلة لفرض القانون. في يقين نت، تركمان العراق يقاطعون جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. في صحيفة الجارديان، قهر الفلسطينيين يقوض مكانة إسرائيل عالميا. في القدس العربي، قمة الاتحاد الإفريقي تعلق قرار منح إسرائيل صفة مراقب، وفتح وحماس ترحبان. في العربي الجديد، الغضب يعم مناطق سيطرة النظام السوري من السويداء إلى اللاذقية ودمشق. وفي صحيفة نيويورك تايمز، مقتل القرشي ضربة موجعة لتنظيم الدولة. السلام عليكم. نبدأ من صحيفة الميثاق الوطني العراقي ومقال للكاتبة فخر الحسيني تحت عنوان: هل يمكن انتزاع العملية السياسية من إيران؟ ولا يمكن أن ينقلب المصنوع على الصانع. وما يجري هو تغيير في قواعد لعبة العملية السياسية، حيث انتقلت رئاسة الوزراء من حزب الدعوة إلى التيار الصدري، وهو يمثل الضد النوعية للمالكي، وهناك نزاع بين الصدر والمالكي على الزعامة، ومشاكل سابقة ألقت بظلالها على المشهد السياسي بقدر ما يتعلق بالزعامة والهيمنة على القرار السياسي والاقتصادي والأمني. الاحتلال الأمريكي البريطاني صنع عملية سياسية من أحزاب وشخصيات فاسدة فصلت مقاساتها على مشاريع تدمير العراق، وتحت ذريعة أنهم عراقيون بالاسم أصبحت هذه الأحزاب تنفذ إرادة الاحتلال، وأشرفت إيران منذ اللحظة الأولى على صناعة هذه الأحزاب، فلولا الميليشيات التي احتضنتها في ثمانينات القرن الماضي كمرتزقة في مساندة الخميني بحربه على العراق لما وصل العراق إلى هذه الحالة المأساوية. ولذلك فإن تفاصيل بناء العملية السياسية الحالية نسجت بأياد إيرانية بإدخال عناصرها المقربين في إدارتها بعد أن سيطرت على الوزارات الأمنية والعسكرية، وقرار سلطة الاحتلال في دمج الميليشيات بالقوات العسكرية، ولا سيما وزارة الداخلية التي سلمت إلى ميليشيا بدر، وصولاً إلى تأسيس الحشد الشعبي والسيطرة المطلقة على الحدود العراقية والتهجير القسري على أسس مذهبية وطائفية، ومنح الجنسية العراقية للأجانب، وقتل متظاهري ثورة تشرين، وكل توجه ضد النفوذ الإيراني. وبالتأكيد بقاء جزء من أذرع إيران تحت سيطرتها سيجعلها تهدد بهم لإنفاذ مشاريعها الخطيرة في المنطقة على المستوى العراقي والدولي، ومنها تجارة المخدرات ومشروع ربط ميناء الخميني بميناء اللاذقية في سوريا مروراً بالعراق، وتدريب الميليشيات للسيطرة على سوريا وإعادة الهيمنة على الأوطان العربية. لذلك لم تمارس إيران أي من ضغوطها، لأن العملية السياسية الحالية من صنيعتها، وهي التي تهيمن عليها بالكامل، ولا يمكن التعويل على انتزاعها منها، لأن الراعي الرسمي للعملية السياسية إلى الآن لم يغير قواعد اللعبة، وهو مستمر بمشروع تدمير العراق إلى الآن تحت بند الفوضى الخلاقة. ونبقى مع مقال الكاتبة فخر الحسيني، حيث تقول أيضا: من يريد انتزاع العراق من إيران لابد له من العمل على تأسيس عملية سياسية جديدة تبنى بأياد عراقية مخلصة تحت سلطة الشعب، تعتمد على السيادة الكاملة وفيها عوامل النهوض هدفها الأساس استعادة الوطن محررا ليكون عراقا شامخا يعانق النجوم كما هو تاريخه الذي نفتخر به. وما نحتاجه للوصول إلى ذلك الوقت المنشود هو وحدتنا وتكاتفنا والشروع بكل عمل شعبي يناهض مشاريع إيران وأدواتها،
ومنها مقاطعة البضائع الإيرانية وغيرها من الوسائل الوطنية التي تقف مع العراق وشعبه وتنحاز لقضاياه العادلة. وعلى هذا الأساس فإن ما تشهده الساحة العراقية من صراع حقيقي لأقطاب العملية السياسية بعد نتائج الانتخابات التي قاطعها الشعب العراقي بنسبة 85% وما جرى من اتهام صريح لها بالتزوير من أحزابها وميليشياتها المشاركة فيها دليل على فشلها ووصولها لمرحلة الانفجار، لأن ما بني على باطل سيزول، ولا سيما بعد أن كان البناء بأيدي الاحتلال والحاقدين على العراق وشعبه، وما أفرزته نتائج الانتخابات واحتدام الصراع على مناصب الحكومة ونفوذ بعضهم لا يمكن أن يدرج تحت انتزاع العملية السياسية من إيران، لأن الطرف الخاسر فيها هو الحليف الأقوى ميليشياوياً بقيادة نور المالكي، والصدر يسعى لأخذ الدولة العميقة منه وإنهاء وجوده السياسي. وفي كلا الحالتين فإن الصدر وتياره هو إحدى الجهات الموالية لإيران، وفي المقابل ترى الجولات المكوكية لإيران المتمثلة بقاءان وكوثران لاحتواء الموقف بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، مما دفع البعض للتعويل غير المبرر على أن هناك فرصة لانتزاع العملية السياسية من إيران، أو هكذا يروج البعض قصداً أو جهلاً. والغاية الأساسية من هذا هو إيهام الشعب العراقي أو الدول العربية والعالمية بمساعدة طرف داخل العملية السياسية تحت هذا الوهم، لأن الحقيقة أن العملية السياسية صنعتها إيران بموافقة المحتل الأمريكي، وهي تمسك بجميع خيوطها وجميع المشاركين فيها ينفذون مصالح إيران بحسب الأدوار التي أعطيت لهم. إيران تريد الميليشيات المسلحة وهي بحالة احتياج دائم لإيران حتى تحكم سيطرتها عليهم، ولا يكون نفوذا لهم يمكن أن يساهم باستقلالهم عن إيران ماليا وسياسيا، حيث ما يهم إيران أن تكون ميليشيا الحشد الشعبي مرتزقة تنفذ بهم مشاريعها الطائفية في التغيير الديموغرافي أو زعزعة استقرار الدول كما يحدث في سوريا واليمن ولبنان، ويكونون عامل تهديد لبقية الدول، ومنها تدعم منظمات أجنبية أخرى لإرهاب دول المنطقة. هذا المشروع يتفق مع الدول الكبرى التي تعزف على دعم الكيانات المسلحة الانفصالية داخل دول الشرق الأوسط وتحديداً الدول العربية وتركيا. يقول الكاتب علي حسين في صحيفة المدى: هل تشعر إيران بالذنب؟ وهل يعرف ساستها أنهم أدخلونا في متاهة الطائفية؟ وكانوا مشاركين وشهودا على الخديعة. كنت أظن أن ما حدث يقع خارج إرادة أصحاب البيت الأبيض، لكن الوقائع تؤكد في كل يوم أن أصحاب القرار الأمريكي كانوا بكامل وعيهم وهم يمكنون بعض الساسة من إدارة شؤون البلاد. في كل يوم يشعر العراقيون بأنهم يعيشون المرحلة الأصعب والأخطر في تاريخ بلادهم، وهي مرحلة الانقلاب على التغيير الذي حصل بعد عام 2003، حيث توقعت الناس التي عاشت عقوداً من الدكتاتورية والتسلط بأنها ستفتح الأبواب والنوافذ للمستقبل، حتى أطل السياسيون برؤوسهم فانقسمت عرى البلاد وتفرق الناس شيعاً وأشياعاً بفضل حكمة وحنكة العديد من الساسة الذين لم يتوقفوا عن تقديم كل ما هو فاشل ومزيف وعشوائي، وإشاعة كل ما يمت إلى القسوة والعنف. ونحن سنغادر السنة 19 للتغيير، بات المشهد أكثر سوداوية وقتامة. سيتهمني البعض بأنني أحاول أن أنسج سيناريو من الخيال، ولكن الحقيقة تقول إن السيناريوهات التي يضعها بعض السياسيين تثبت بالدليل القاطع أننا أمام معالجات درامية استطاع أصحابها وبمهارة أن يواروا ملفات مهمة مقابل انشغال الناس بصناديق الانتخابات ولعبتها التي لا يراد لها أن تنتهي، حيث تحولت إلى مشهد مسرحية بيكت الشهيرة
في انتظار جودو، مع الإصرار على أن تستغرق الناس في الحديث الصاخب عن المؤامرات التي تحاك في الظلام، طبعاً مع غلق كامل لكل ملفات البناء والتنمية وتطوير قدرات الناس وتأسيس دولة المواطنة. يضيف الكاتب: بصراحة شديدة نحن نعيش على حافة الخطر، والمحرقة التي تشتعل في البلاد تمتد وتتوسع لتطول كل شيء. مستقبل البلاد معلق بخيط رفيع، لا أحد يعرف متى سيتم قطعه، وإذا ما تم قطعه ما الذي سيحدث؟ اليوم حين يحاول البعض تفسير ما حدث بأنه سوء تقدير من أمريكا أو غلطة ارتكبها الجمهوريون أو الديمقراطيون، فذلك إنما هو دفاع أو وهم لا يزال يعشعش في عقول الكثيرين. المجتمع المدني مهدد بالقانون في تونس، عنوان مقال الكاتب نجا المهداوي، حيث يقول: كانت العشرية المنصرمة من عمر الانتقال الديمقراطي المنتكس حاليا في تونس ربيع المجتمع المدني، ففيها تنامت الجمعيات إلى أن وصلت إلى نحو 30,000 جمعية تنشط بحرية كاملة في مختلف المجالات، من تعزيز قيم حقوق الإنسان إلى الإسعاف والإغاثة. لم تبلغ تونس المعدلات الدولية، أي ما يقدر بجمعية لكل 200 ساكن، إذ تظل في حدود جمعية لكل 500 ساكن. مع ذلك يمتاز هذا المجتمع المدني بالتعدد والتنوع وبكثير من الالتزام الوطني. لم يسلم هذا النسيج الجمعياتي الخصب والمتعدد من داء الاستقطاب الحاد بين مخيمين يسار وإسلاميين، وعوضاً من أن يلعب دور الوسيط الذي يخلق جسور التواصل وتوسيع دائرة المشترك المواطنية، تخندقت عديد من هذه المنظمات والجمعيات بما فيها العريقة وراء هذا الطرف أو ذاك، مستغلة المنعطفات الحادة التي مرت بها البلاد لتأليب الرأي العام الوطني والدولي على من تعدهم خصومها، وهم خصوم سياسيون بالدرجة الأولى. حتى المنظمات الحقوقية والإنسانية لم تسلم من هذا الانحراف الخطير، غدا بعض منها أذرعاً أيديولوجية وحزبية سافرة تخوض أرقى أشكال النضال من أجل قضية ما، وتصمت في قضايا أخرى قد تكون أكثر خطورة وانتهاكاً لحقوق الإنسان. والتبرير الوحيد الذي يظل قائماً عادة أن الضحية في هذا المجال إسلامي النزعة أو غيرها من الصور النمطية التي يروجها هؤلاء. رأينا كيف أن منظمة حقوقية عريقة لم تنشر أي موقف حينما أزهقت روح مواطن تونسي في التظاهرات المناهضة لسلطة قيس سعيد بمناسبة إحياء ذكرى الثورة التي ألغاها الرئيس. ويضيف الكاتب: أمثلة عديدة مما لا يتسع المجال لذكرها تقيم دليلاً على تشوه المجتمع المدني في تونس، وتحوله إلى عبء أحياناً على انتقال ديمقراطي يفترض أن يعزز قيم المواطنة بقطع النظر عن معتقدات أصحابها. تتساءل صحيفة القدس العربي افتتاحيتها: لماذا مست حكاية ريان عصب الإنسانية؟ طفل في الخامسة من قرية إغران الجبلية الفقيرة في شمال المغرب يقع وهو يلعب في بئر شديدة الضيق. تحول ريان إلى جنين في رحم الأرض، وبات عموم البشر الذين سمعوا أو قرأوا أو شاهدوا القصة جزءا من أسرته، وتحول صوت الاستغاثة الضعيف نبضة كهربائية كبيرة مست عصب الإنسانية المطمور تحت طبقات القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية الأخرى، كاشفة الجانب المضيء في الروح البشرية. بدلاً من الانغلاق على قضاياهم ومآسيهم الخاصة، ذكر ريان العرب بالقواسم المشتركة، فأدى فلسطينيون صلاة الغائب في المسجد الأقصى على روحه، وصلى أطفال من غزة عليه ورفعوا صوره، وأظهر كثير من الجزائريين الذين تشتبك حكومتهم سياسياً مع حكومة المغرب التعاطف العابر للخلاف، وقام لاعبو كرة القدم في غزة بإجراء مباراة لتوديعه،
ورفع أطفال سوريون في مخيمات اللجوء صوراً وأدعية له، ورسم رسامو كاريكاتير في العالم صوراً للتعاطف مع الطفل، وكتب شاعر موريتاني قصيدة عن صغير بهذا الجب قد تاه خطوه فحوصر تحت الترب في ضيق نهجه. وانضم لهذا السياق مئات من المعلقين من قطاعات ثقافية وفنية ورياضية وسياسية تذكر حكاية ريان في فاجعيتها بالطفل السوري الكردي إيلام الذي طفت جثته الصغيرة على شاطئ البحر، وبحكاية الطفل الفلسطيني محمد الدرة الذي لم ينقذه احتماؤه بصدر أبيه من رصاصات جيش الاحتلال الإسرائيلي. وتكشف هذه الحكايات الرمزية عناصر راكزة في النفس البشرية التي تهفو لحماية الطفل البريء من الأذى والشر، وهو ما يحضر أيضاً في القصص الدينية الشهيرة من يوسف المرمي في الجب ويونس الذي ابتلعه الحوت. تذكر القصة أيضاً بأحوال أطفال العرب عموماً وخصوصاً الذين يعانون ويلات الاحتلال والطغيان والقصف والجوع والتهجير، وتعيد في المغرب وغيره التذكير بارتباط قضايا التنمية بالعدالة الاجتماعية التي يفترض بمآس كهذه أن تفتح الباب لمناقشتها كي لا تكون مجرد قصة إعلامية كبرى. وتذكر أيضاً الحكومات بأولويات الجوار والتعاون والمسؤولين بتقصيرهم نحو شعوبهم والإنسانية بالعناصر المشتركة التي تربطنا. ريان الذي أحيانا بموته، كما كتب أسامة جاويش مقالا تحت هذا العنوان حيث يقول: ما بين خبر خروجه من هذه البئر المظلمة وخبر وفاته لحظات قليلة ما أثقلها. على مدار 5 أيام عشت كما عاش ملايين البشر، متابع لحظة بلحظة تطورات محاولات إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط داخل بئر عميقة دون طعام أو شراب أو أم تحتضنه وتواسيه. 5 أيام من الظلام الدامس والقلق البالغ عشناها. ريان الذي أحيانا بموته وربانا بسقوطه داخل هذا البئر المظلم، ريان الذي وحدنا على أمر واحد وهو الدعاء له ليل نهار، تمسكنا بالأمل الضئيل في خروجه، تطلعنا لرؤيته وهو يبكي في حضن أمه بعد خروجه من هذا البئر المظلم، كنا نحلم معا باختلاف لغاتنا وأدياننا وثقافاتنا، وحدنا ريان على أمر واحد وهو الأمل ولو كان صغيرا في إنقاذه. على مدار حياتنا سمعنا وتعلمنا أن هناك ضوءا في نهاية النفق المظلم، وأن الفجر يأتي بعد أشد اللحظات ظلمة، فكيف بك يا صغيري وأنت لم ترى عينك طيلة الأيام الخمس إلا ظلام البئر وظلمة الجدران؟ أي خوف عاشه هذا الجسد الضئيل وأي آلام شعر بها؟ كم مرة صرخ فلم يسمعه أحد؟ كم مرة نادى على أمه بصوت عال فلم يجدها بجواره؟ آلمتنا يا بني وأبكيت قلوبنا وأعجزت أقلامنا وألسنتنا حتى في رثائك. وقعنا في بئر الدكتاتوريات الفاسدة طويلة الأمد، فثرنا وتمسكنا بالحلم وصمدنا وقلنا إن الضوء هناك في نهاية النفق. توحدنا كما وحدنا ريان في محنته، وتشبثنا بفرصة نجاة واحدة وقد كانت لنا بنجاح ثورات الربيع العربي، حتى إذا ما حانت لحظة استنشاق الحرية والخروج من البئر وفي أوج النشوة بالانتصار وفرحة النجاة، انتهى كل شيء وانقلب رأساً على عقب. ويضيف الكاتب: سقط ريان في البئر كما سقطت شعوبنا العربية في آبار الظلم والقهر والبطش التي أغرقها فيها حكام وملوك ورؤساء لا يهمهم من يسقط ومن يقع، وإنما كيف يحصلون على اللقطة الشعبية وهم ينعون من مات في البئر، أو إذا حلفه الحظ ونجا فهي لقطة مباركة، والاستضافة والتقاط الصور التذكارية معه، فتبا للقطاتهم المصطنعة في السراء والضراء.
ظهر هرم خوفو أحد عجائب الدنيا السبع كاملا لزواره للمرة الأولى منذ عقود بعد إزالة متحف كان يحجب ضلعه الجنوبي وفق وزارة السياحة والآثار المصرية. وقالت في بيان لها لأول مرة منذ عقود طويلة يستطيع زائرو منطقة أهرام الجيزة غربية العاصمة القاهرة رؤية الضلع الجنوبي للهرم الأكبر خوفو كاملا، وأوضحت أنها انتهت منذ أيام قليلة من أعمال إزالة متحف مركب خوفو الذي تم البدء في بنائه عند الضلع الجنوبي للهرم الأكبر في منطقة أهرام الجيزة عام 1960، وافتتح للجمهور في عام 1982. البيان أشار إلى أن الغرض من المتحف قد انتفى، حيث تم نقل مركب خوفو الأول المكتشف عام 1954 إلى مبنى متحف مراكب خوفو في المتحف المصري الكبير في آب أغسطس الماضي المجهز بأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية. ويعد المركب أكبر وأقدم وأهم أثر عضوي مصنوع من الخشب في التاريخ الإنساني. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.